صراحة معيش غير 50 قرش. طيب الفانوس التاني ده بكام والله؟ ده بعشرين قرش. لا أنا عايز أبو 50. هات أبو 20 ده ودهوله. لا عايز أبو 50، ماليش ده. ده أنت رخم يالا رخم. خلاص هات. بص أبو 20 قول عليه ب50. ها؟ يعني أضحك عليه أخمه يعني يا مصطفى فندي؟ عيب، إحنا في رمضان. ده أنت رخم أنت كمان يعني. خد يا حبيبي أبو 20 ده هو ب50. لا ماليش دعوة أبو 50. يلا يلا ولا يلا يا رخم. أيوة هات أبو 50. يلا يا رخم. ماشي رخم بس عايز أبو 50. ماشي يلا نعمل خير ونرميه في البحر. طيب هات يا سيدي. اتفضل. اتفضل يا سيدي الفانوس اهو يا سيدي، اهم حاجه يا حبيبي ما تعيطش. ماشي خد بقى انت الفانوس المعفن ده، انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. بص الفانوس جديد ده معفن، انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. انا اللي اشيل المعفن يعني؟ انت شيل بقى المعفن. انت قليل الادب ليه كده يا عم؟ انا مش قليل الادب، انت اللي عمال تتدخل في حياتي، وابوك مات وامك ماتت وعقدتني في العيشه واللي عايشينها واقتحمت حياتي. اقتحمت حياتك؟ ايوه. في طفل يقول على فكره انت كبير وعامل طفل يالا. ما انا مش حالي دانك ليه؟ اعلقها بكره. ماشي 10 ايام. ها بص هات الفانوس يعني، انا غلطان اللي جبته. حرامي يا بوليس يا شاويش، حرامي عايز يسرق الفانوس. ولا حرامي ايه يلا حرامي جاية. هتسرق الفانوس مني يا حرامي يا يا نهار ابيض فعلا اللي يمشي ورا العيال. يا روما بقول لك يا عم فانوس تاخد الفانوس. الله 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 هو ايه؟ الله الله ايه بالكيلو ولا ايه؟ في ايه؟ مصطفى فندي. اهلا وسهلا، ازيك يا عم شغل؟ ازيك يا مصطفى فندي، انا بس كنت عايز منك ال 150 قرش اللي عليه. ال 150 قرش معلش يعني يا عم شغل، يعني انا اصلي كان اخر نص جنيه دفعتها عملت بيها خير، فان شاء الله اول فلوس هتجيلي انت اول واحد هسدد له فلوسه. انا هصبر عليك عشان الشهر الكريم اللي احنا فيه بس، انما طلاق ثلاثة ما هتدوق طول الشهر حته لحمه، قضيها شوربه خضار بقى. ماشي. والله ولا حتى هيلاقي شوربه الخضار يا معلم. يا مصطفى فندي مبلط في الخط قوي ليه كده؟ معلش انت ليك فلوس عندي برضو ولا ايه؟ ليا فلوس عندك يا مصطفى فندي، امال ايه هتبلع عليك يعني؟ طب معلش اصبر عليا يعني، ان شاء الله حين ميسره. ايه حين ميسره؟ ما بحبش افلام خالد يوسف. ليه يا عم؟ ده راجل كويس كان بيعيط وقت المتحف عادي يعني. طب هو في راجل يعيط؟ انا عارف يعني. ان شاء الله اول ما يجي لي فلوس. انت ليك كام؟ انا ليا عندك 35 قرش. 35 قرش حلو. لو اديتني 2 كيلو بطاطس وكيلو كوسه وكيلو ونص بصل وكيلو طماطم وخيار يعملوا لهم كام دول؟ يعملوا لهم حسبه 15 قرش. 15 قرش. وليك كام عندي؟ 35 قرش. يبقوا كام على بعضيهم؟ نص جنيه. لو انا اديتك جنيه يبقى انت هترد لي كام؟ نص جنيه. هات النص جنيه. خد يا مصطفى فندي. اتفضل. ثانية واحدة. معلش احنا في زنقة يعني لازم برضو يعني. أنا عارف والله يا مصطفى فندي، معلش بس ابقى اصبر عليا والنبي يا مصطفى فندي. أنا هصبر عليك عشان الشهر الكريم ده بس. أو النبي احنا في زنقة. ها؟ أيوة. ماشي والنبي. أيوة. يا بنشيل بعض يعني. الحمد لله. الحمد لله. ألف شكر. ألف شكر. الحمد لله. شكراً. يا الحمد لله الواحد عشان عمل خير الفلوس رجعت له من النصب الحمد لله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا منورين يا فندية. سي مصطفى فندي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا مصطفى فندي؟ ازيك يا زهر؟ عامل ايه يا مصطفى فندي؟ الحمد لله يا زهر. كل سنة وانت طيب يا مصطفى فندي. وانت طيبة يا زهر. هنروح فين بعد كده يا زهر؟ أخبارك إيه؟ أنا كويسة الحمد لله. خدي الفانوس ده، كل سنة وانت طيبة، بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. لا خلي بالك يا مصطفى فندي، هو أنت كل حاجة هتديها لي؟
خدت بالك انت يا اد؟ وانت كل حاجة هتديها لي يا مصطفى فندي؟ يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. اروح فين يا بنت؟ مش حارمني من حاجة يا حبيب، مش ترجلي يا مصطفى فندي. يا بنت اكتر من كده كرشك يخبط فيا. يلا يا عم، وكله مقضيها في البلاط. اهل الحتة دول سوقيين جدا. بقول لك ايه؟ هو انت مش هتيجي تطلب ايدي من والدي بقى؟ ان شاء الله، اول فلوس هتجيلي هاجي لابوكي اطلب ايدك منه على طول. سمعت اخر نكته؟ اول ما تجيلي فلوس هاجي اطلب ايدك من والدك على طول. يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. انت عودك ملفوف كده ليه يا بنت؟ عشان بعمل دايت يا مصطفى فندي. يا حبيبتي امسكني كويس يا مصطفى فندي. انا امتيك يا زهر. يا عم بلا بتاع بقى، كله عايش على البلاط. ده ايه، شغال سوسته مؤخرا ولا ايه؟ بس ايه يا عم الهم ده يا عم؟ ده محدش يعرف ينام في الجزارة عندك ولا ساعة. ليه؟ ليه يا معلم في ايه؟ العجول طول الليل ايه ايه، هما زعلانين مني في حاجة. يا حاجة هم يا اخي. يا عم ربنا ما يجيب زعل، انت برضو حد ينام مع البهايم؟ اما لا انام فين؟ نام في بيتكو. بيتنا كله بهايم برضو يا معلم. ده حاجة هم، انا زوقت كرهت نفسي يا مصطفى فندي. اهلا اهلا اهلا، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا معلم عماره، يا اهلا وسهلا. يعني احنا بقولنا ساعه بندور عليك يعني، وانت مش عايز تدفع الايجار ومبلط في الخط وبقالك 9 شهور مكسورين، يعني نعمل ايه يعني؟ نتجنن يعني بسببك؟ انت بتعلم الكلام جديد ولا ايه؟ نعمل ايه يعني؟ يعني نتجنن يعني ولا نعمل ايه؟ لا ما تتجننش ولا حاجه. عنايه ليك، عاوز ايه؟ عايز ايجار الشهر يا معلم. انا شهر الشهر اللي هو ده عد ده وشهر واحد والدكتور هو بقى نعمل ايه؟ احنا نقعد نتكلم كده وما نفهمش حاجه. يعني انت ليك كام شهر يعني؟ انا ليا 9 اشهر مكسورين. 9 اشهر ان شاء الله. اول فلوس هتجيلي انت، اول واحد هسدد لك فلوسك ان شاء الله يا معلم عمار. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اطلبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اخطبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اقعد عندكم في البيت. ايه؟ ان شاء الله تولد بالسلامه باذن الله. ايه؟ ايه ايه يعني ان شاء الله؟ اصبر علي، اصبر علي بس يا معلم عمار. انا مش هصبر تاني. ليه؟ احنا بقى هنجيب عربيه نص نقل واللي امه فيها العفش والكروكيب بتوعك المعفنين اللي فوق. هتلم ايه؟ ثانيه واحده بس، هتلم ايه؟ العفش. العفش؟ العفش بتوعك اللي هو العفش. ايوه. وايه تاني؟ والكروكيب اللي هي الكراكيب. اه. لما تكتب الترجمة على رجلك تحت يعني. ماشي. وهنحطهم في النص نقد ونتوكل على الله ونمشي من هنا. نص نقد؟ اه. نص نقد. نص نقد. طب يعني انت هترمي لي العفش ليه بس يعني؟ اصبر عليا ولا ايه؟ اه والنبي يا معلم عمارة عشان خاطري، اصبر عليه بس اسبوع يوضب حاله وبعدين اعمل اللي انت عايزه. لا 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 زهرة، زهرة احنا كده بيبقى شكلنا وحش قدام الناس، احنا لازم نبقى في مظهر قوة. هو يصبر عليا غصب عنه لغايه بعد كده اشوف شقه اخد الشقه وبعدين ابقى انقل العفش والكروكيب وكل حاجه. هي فوتوانه يعني؟ اه فوتوانه. لا ده انا كده بقى اكلم لك شفتوره بقى يجي يصر في معاك بقى. لا لا بلاش شفتوره، بلاش شفتوره. ليه بلاش شفتوره؟ وانا اخاف من شفتوره؟ لا اصل شفتوره حاطط عينه عليا. حاطط عينه عليك يعني ايه؟ يعني باصص لي. شفتوره باصص لك وده باصص لك وده، هو مفيش غيرك في الحته ولا ايه؟ اه مفيش غيري. لا خليه يصبر بس، يجيب شفتوره. يعمل لي ايه شفتوره يعني؟ مش خايف؟ لا مش خايف. يا شفتوره اصبر بقى، يا شفتوره يعني يا شفتوره. شفتوره الناج اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. شفتوره الناج اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. شفتوره الناج اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. ايه ده؟ هو راح فين يا شفتوره؟ خش يا شفتورة! آه! ما تسيبش الوعاء! بقى استر علينا! شايف ياض الخاتم ده؟ آه! بيوجع! بيوجع يا معلم! شايف ياض الخاتم ده؟ آه! بيوجع! بيوجع يا معلم! شايف ياض الخاتم ده؟ آه! ده هدية مني ليك يا ميدو. بتهب فيا يا شفتورة؟
معلش يا معلم يعني انت عشان عارف انا بحبك يعني وانت مثلي الاعلى يا ميدو يا ميدو يا ميدو ما تزعلش مني بس دي نرفزه شغل كل يوم تضحك عليا تقول نرفزه شغل خلاص معلم شفطوره يهني الامه الاسلاميه بعيد الفطر المبارك ويتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله ان شاء الله فين يا دي البضاعه البضاعه اهي يا معلم هات حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو طب حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حلو يا حلو البهايم هلو عامل ايه انت بتشتمني رمضان تشتم وداني يخرب بيتك بقول لك ايه ايه الراجل اللي هناك دوت مش عايز يدفع اجار الشقه وبيشتمك بامك وبابوك وعايز يضربنا كلنا يا عم انا ما بفهمش كلامك يا عم طيب الراجل بقى مش عايز يدفع الاجور يعني مشكلتك مع الراجل ده اه وانا اللي فاكرها مع الامرايه دي سمع سمع بيقول ايه بيقول ايه بيقول الامرايه دي عليا يعني هيقول عليك انت الامرايه دي ايه بعكسك ولا ايه ايوه وانا واقف ايوه يا نهار اسوح يا نهار اسوح دي القطه كانت عيانه باين ولا ايه تعالالي تعالالي ايه بص بقى اصبر بقول لك ايه والنبي اصبر عليا اصبر عليا اول ما يجي لي الفلوس ان شاء الله اديها لك لان اي حد هيشوف كده هو يفتكر ان انت حمار ولا ايه, إيه؟ لا لكن لازم تصبر شويه لو انت فاكرني هفع إيه؟ لا ان عشان ايه حضرتك حضرتك لو سمعت كلامي بس ان انا ممكن إيه؟ ايوه ارد لك كل الفلوس اللي انت عايزها ان شاء الله الكلام ده بقى في العيد واحنا لسه في رمضان مش فاهم الافيه تمام انا هخلي الرجاله يفهموك الافيه ضحكوها رجاله لا 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 بالراحه 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 يا معلم وروق عايز ايه طلع يا حبيب مصطفى فندي للدرج سيبيني انا هتفرج ها عجبك الافيه ولا لا ده حلو قوي الافيه ده يا معلم حلو قوي حلو قوي يلا شيلوه شفطوره الناجس الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه شفطوره الناجس الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه معلش معلش يا مصطفى انا اروح اجيب لك الاسعاف واجي بسرعه 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 انا عشان فقير كلهم بيفتروا عليا كل الناس بيضربوني وكل الناس بيبهدلوني انا لو كان معايا فلوس كانوا خافوا مني كنت شغلتهم كلهم عندي لكن عشان فقير ومعيش فلوس هما معاهم فلوس وانا معايا فانوس ادعك الفانوس يا مصطفى ايه ادعك الفانوس يا مصطفى ادعك الفانوس ادعك جامد يا مصطفى اي 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 عظمي عظمي ادعك بحنيه يا مصطفى يخرب عقلك اديني دخان بيتك انا كده مش باين دخان تاني دخان تاني معلش بقى يا عبد العفريت كده بس ايه الشاي بتاعنا عشان انا عندي شغل تاني عندك شغل فين بس كده عندي شغلانه كده تانية تصوير كده في فيلم حتى لطير الدخان لا طير انت ماشي اديني واحده قبل ما تمشي ياه لا كده مش هبان ياه شبيك لبيك سوي كوش بين ايديك ايه ده ايه ده ايه مالك ايه ده ايه ده ايه انا العفريت انت عفريت مش مقتنع بيا ولا ايه عفريت ايه انا العفريت اللي خرج من الفانوس نوس نوس خرج من الفانوس ايه ده انا دعكت الفانوس انت طلعت من الكالوس ما انت لما تدعك الفانوس اقوم انا خارج من الكالوس يعني انت العفريت بتاع الفانوس ايوه يا مصطفى بتاع الفيلم بتاع اسماعيل ياسين ايوه يا مصطفى كويس انك افتكرتني ايوه بس انت خسيت خالص
حضرتك انت ايه، مريض ولا ايه يعني؟ السكر بهدلني يا مصطفى. يعني حضرتك كنت في البتاع ده؟ ايوه يا مصطفى، ما انا جسمي عرسي. يعني حضرتك كنت جوه الفانوس؟ ايوه يا مصطفى، العفريت اللي بيحقق الطلبات. ايوه انا يا مصطفى. حضرتك انا ما شفتكش من 40 سنه من ساعه الفيلم. انت ايه ما بتطلعش في افلام تاني خالص ليه؟ السوق مضروب يا مصطفى، محدش بيطلبني، الوحيد اللي طلبني السبكي اخوان. هو السبكي اخوان؟ ما تضيعنيش يا مصطفى، دول الوحيدين اللي شغال معاهم يا مصطفى. ما هم اتنين يا مصطفى، في احمد وفي محمد، عشان كده هو تسموهم السبكي اخوان. اه، وانت جاي تعمل لهم دعايه عشان يشغلوك. اه اهلا وسهلا. ما باخدش منهم فلوس يا مصطفى. مش اشكال، باخد اي حاجه حضرتك. يعني انا ممكن اطلب اي حاجه انا عايزها؟ تطلب طبعا، اصل هم خلاص كانوا بيدوا الاول لحمه، الوقت بطلوا يدوا لحمه، عملوا مصنع شوكولاته وجابوا الشوكولاته قسموها نصين بس، ما شاء الله عليهم، يعني اتفقوا في الغلاف واختلفوا في الطعم. طب حضرتك لو انا طلبت اي طلب انت تنفذهولي على طول يا مصطفى؟ ابويا الله يرحمه عفركوش قال لي اي حد يطلب منك اي حاجه نفذها له على طول. بس انا كنت واد شقي وغبي، ما كنتش بنفذ اي حاجه، فانا قلت له يا بابا انا من هنا ورايح هنفذ لك كل حاجه، لان انا لو ما نفذتش اي حاجه هيخرج لي من الفانوس. فقال لي، قلت له يا بابا انا خش 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 على طول، خش هنا على طول. هتقعد ترغي؟ انا مش عايز رغي، انا عايز تنفيذ طلبات. هتقدر تنفذ لي طلباتي ولا لازم تحكي؟ لازم احكي يا مصطفى، ما الحكايه دي مهمه يا مصطفى علشان احكيها لك. حضرتك انا ليا كام طلب عندك؟ ليك اربع طلبات. ماشي حضرتك بلاش دي. حضرتك اربع طلبات، ممكن اخد طلب؟ خلاص ليك اربع طلبات. ايوه كده كده، ايوه كده. طيب يعني اطلب اول طلب منهم؟